السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي أهم المصطلحات المهمة بالنسبة لي، المعلومات information في الـ ISO 10256، وهي كانت موجودة في الـ ISO 10256. information requirement اللي هي المعلومات أو المواصفات هنحتاجها إمتى، ومين اللي مسؤول إن هو يوفرها لنا، وإيه الحاجة اللي إحنا محتاجينها عشان نعمل الموديل بتاعنا. في عندي OIR organizational information requirement. دلوقتي وإحنا شغالين زي ما احنا بنبقى محتاجين معلومات من المالك، هو عايز ايه المشروع، فبرضه محتاجين معلومات من الدفاع المدني، من كذا من كذا، ايه الاشتراطات اللي موجودة عشان نعمل الموديل مظبوط ويكون مقبول، ممكن يشترط علينا حاجات معينة. في الاسيت انفورميشن موديل اللي هو الشخص اللي هو بيعمل ادارة الاصول، هيقول لنا من الاول كده انا عندي اشتراطات او حاجات معينة لازم تكون موجودة، مثلا تكون كود معين او طريقة تسمية معينة او ملف يتكتب بشكل معين بهدف تشغيل الأصل أو الـ operation of the asset. الـ project information requirement عشان نعمل المشروع دوت فيه معلومات مطلوبة. الـ exchange information requirement اللي هو الـ EIR، كان قبل كده اللي هو employer information requirement اللي هي المتطلبات بتاعة المالك، وعندي بعد كده information exchange اللي هي تبادل المعلومات.